اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ مطبخ مصري ولكن بفكر تاني وبطعم تاني، ودايما اقول تفاصيل صغيره ولكن بطعم جديد وشكل جديد. معانا الكشري الاصفر بتاع المحله بتاع البحيره الاسكندراني بنسميه، تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده وبسيطه وياخد طعم المستكة. ازاي نخلي المستكة تعشش جوه طعم الرز بدل شوربه الفراخ او شوربه اللحمه؟ ودايما يسالون على السوشيال ميديا، شيف مغازي ممكن نعمل الكشري الاصفر بشوربه فراخ او شوربه لحمه؟ نو، ما ينفعش خالص، لان الكشري الاصفر ومع الرز المصري لازم تكون ميه مغليه بطعم مستكه بطعم الملح. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مكوناته من خير ارضنا الرز المصري، عدس اصفر، يفضل طبعا العدس الاصفر مع الرز المصري، والمستكه بتاعتنا مع شويه البهارات ملح وفلفل. عايز اقدم معاه برضو حاجه تناسب المطبخ المصري اللي هو البيض المدحرج. البيض المدحرج احنا عارفينه بنقليه في سمنه بلدي ونقدمه مع الكشري. حبيت اعمله النهارده كريسبي مع لحمه مفرومه ادعمه بالقيمه الغذائيه وهو البروتين الحيواني. لحم مفروم وبيض، هنشوف نعمله ازاي بطريقه جديده كريسبي بانيه كده يعجب الاطفال، لان الاطفال بيملوا من البيض لانهم مفطومين عليه، فعايزين نقدمه بطريقه جديده وبشكل جديد. طبعا السفره بتاعتي عليها طبق سلطه بيتكلم مصري، الجبنه القريش من الريف المصري والصعيد المصري، ازاي اجمع ما بين زيتون مخلي مع جرجير مع جبنه قريش مع خيار مع طماطم مع شويه حب. دايما طبق السلطه بيتصدر القائمه الاولى في السفره بتاعتنا علشان بتبقى فيها حاجات لطيفه وخضروات لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده فيه طعم وفيه مجهود خبره طهويه، فخلينا نشوف ازاي نعمل الكشري الاسكندراني اللطيف بالعدس مع بيض مدحرج مع لحمه مفرومه، وما ننساش طبق السلطه اللطيف الجميل. عايز اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع أكلة مشهورة جدا في المطبخ المصري وخاصة الريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة والصعيد المصري، الكشري الأصفر العدس الأصفر كشري الاسكندراني، دي المسميات بتاعته. ولكن احنا المصريين شطار في عمايله، لان معلقه السمنه البلدي لما بتجمع مع الرز والعدس اكيد بتاخده في حته تانية. وعلى فكره الكشري بالعدس الاصفر والرز الجميل ده من ضمن الاكلات الموثقه ومدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، يعني واخده الشعار المصري ابا عن جدا. تعالوا نشوفوا مقاديرها على الشاشه. رز مصري، عدس اصفر، بصل، بس دي المكونات الأساسية. ولكن البصل هقدمه بطريقة مقرمشة لطيفة وجميلة. ولكن عايز أنوه عن حاجة مهمة جدا، المقادير دي كانت معانا امبارح وأنا فكرت إن أنا أغير المنيو، ولكن تابعت السوشيال ميديا بعد ما مشيت من الاستوديو من هنا، لقيت كل المتابعين لينا من خلال شاشة القناة الأولى أو الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، تابع يا شيف وكمل يا شيف الكشري، عايزين نشوف المستكة وطعم المستكة الحاجة الجديدة والتركية الجديدة بتاعتك، لأن أنا عملت المستكة مع الرز فخد الطعم تاني خالص. فهنكمله مع بعض النهاردة بنفس المقادير، ونعمل البيض النهاردة الكريسبي مع اللحمة المفرومة عشان الأطفال الحلوين ياكلوا الكشري. اتفقنا مع بعض؟ المصداقية والشفافية شعارنا على شاشة القناة الأولى. هنبدأ نشوف إزاي نعمل الكشري. طاسة على النار شديدة الحرارة، حلو الكلام؟ ونحط معاها معلقة زيت ومعلقة سمنة صغيرة. حلو قوي، ما نكترش الزيت ولا السمنة. بالشكل ده كده، آدي معلقة سمنة حلوة كده زي الفل من اللي جايباها حماتك طبعا وهي جاية تزورك. هناخد الرز المصري بتاعنا الجميل مع فص مستكة حلو كده، وأشم ريحة المستكة. الله، كام؟ 3 4. حلو، ما نكترش من المستكة لأن هي مرة، خلي بالكم إن احنا نكتر منها بتمرر الأكل. في المعقول ساحة المستكة مع السمنة مع الزيت بالشكل ده كده، الله على الريحة الحلوة أهو. ولازم تكون معلقة سمنة متعوب عليها لطيفة وجميلة، لأن احنا هنا ما عندناش شوربة فراخ ولا شوربة لحمة زي ما قلت لحضراتكم، فلازم نعتمد على معلقة السمنة. هننزل بالرز ده كده، الله، هو ده الكلام. ونشرب الرز السمنه اللطيفه دي كده اهو. سهل جدا على فكره، والاكله دي من زمان وانا بحبها، كنت احب اكلها من ايد امي رحمه الله عليها،
والامهات شاطرين جدا في عمايلها على فكره، اشطر مني مليون مره، سواء في الريف المصري او الصعيد المصري. والكشري ده له طعم تاني غير الكشري اللي احنا عارفينه في المحلات، وده مش بيتباع في المحلات على فكره، ده بيتي او يعني لازم يتعمل في البيت ببساطته بسهولته بمكوناته. السمنه البلدي هنا، غرقت الرز مع فص المستكه، اكيد خد الرز في حته تانيه بالشكل ده كده. انزل بالعدس، العدس هنا لازم يتغسل مره اتنين ويتنقى كويس زي الفل، وبعدين نصفيه من الميه يبقى معانا بالشكل ده كده. هننزل بيه على الرز، الله لون الكهرمانه. نقلب كل ده مع بعضه واتاكد ان كله بالشكل ده كده. هتقولي لي بقى المقادير قد ايه؟ اقول لك المقادير قد ايه، وده انا معاكي حق في الموضوع ده. يعني كوبايتين الرز ياخدوا كوبايه ونص من العدس. طب انت حطيت كوبايه؟ مش هتقول لا. حطيت نص كوبايه عدس؟ مش هتقول لا. بس ايه المعقول يا مغازة عشان نعمل الاكله الحلوه دي كده؟ خليكي يعني بنسبه متساويه، كوبايتين رز كوبايتين عدس زي ما انت شايفه كده على الشاشه. ليه بقى؟ عشان يبقى الطعم حلو، يعني ما نلاقيش العدس قليل زي ما بنعمل رز بالشعريه كده. انا احب الشعريه اكتر في الرز، البعض بيحب الشعريه قليله وهكذا. ولكن المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا مقدار العدس قد مقدار الرز بالشكل ده كده، هيبقى الطبق فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. الرز كربوهيدرات ونشويات الجسم ما يستغناش عنها في تكوين العظام، في تكوين المفاصل، في كل حاجه. والعدس طبعا ده بروتين نباتي يتصدر القائمه الاولى في الهرم الغذائي من البروتين النباتي، عدس، بقوليات، فول، حمص. وهو ده العدس الاسمر على فكره، بس طبعا دي متقشر عادي زي الفول المدشوش والفول السليم. الله، كلنا احنا عارفين العدس، متربين عليه، شوربه العدس بتاعتنا المصريه الجميله. الرز هنا شرب السمنه، ونظبط الملح بتاعنا بايدك كده الحلوه، خلي ايدك هي العيار، وانت عارفه ولادك يحبوا الملح زياده ملح قليل، ولكن نصيحتي ليكي في اكله زي دي كده خلي الملح بالسالب مش بالموجب. يعني ايه بالسالب يا عم الشيف؟ يعني يحتاج ملح، ما يبقاش الملح زياده عشان ما نعدلش في الاكله بقى ونتعب عليها ونبدا ان احنا نعالج فيها. خليكي طبيعيه كده وخليكي بالسالب، حبيتي تزودي شويه ملح على الاكل عادي ما فيش اي مشكله. هيكون في طبق سلطه، ممكن يكون السلطه فيها زيتون، فيها جبنه، فيها ملح زياده، هتعوض الملح ده كده. نبدا ننزل بالميه المغليه بتاعتنا زي الفل يا عم الشيف. ينفع ميه من الحنفيه عادي؟ لازم تكون ميه مغليه. هننزل بالميه كده واحده واحده اهو. الله، بس خلاص زي الفل. نقلبه تقليبه كده. بيسألونا على السوشيال ميديا يا شيف مغاز الرز دايما يطلع معايا معجن. الرز بيطلع حبة مستوية وحبة مش مستوية، وزي ما قلت لحضراتكم احنا في خلال الاسبوع وفي نهاية الاسبوع بنتابع اسئلة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، حبايبنا وجمهورنا اللي بيتابعنا من خلال شاشة القناة الاولى والصفحة الرسمية للقناة الاولى وصفحة اكلة امي، بيسألوا دايما اسئلة متكررة. البشاميل، البانيه، الرز بيعجن مني، الرز بيطلع حبة وحبة. فانا بجاوبك هنا عملي، الرز عايزاه يطلع مستوي زي الفل وفله ومفلفل، اول ما تشوفيه بيبكبك وبيغلى على النار هد النار، وافتكر الشيف المغازي لما يقول اتقل على الرز لما يستوي. زي الفل يا عم الشيف. هنوطي النار بتاعتنا، يعني بدل ما هي مثلا قدامي على البوتاجاز 9 بنخليها على 4. زي الفل. واحنا واقفين كده عشان نضمن طبعا عملية السوى تتم بأمان. ومهم جدا على فكرة تشوف أكلة الكشري دي ممكن نقدم معاها ايه. في حاجتين، يا اما نقدم سلطة خضراء، يا اما نقدم البيض اللي انا هعمله دلوقتي مع اللحمة المفرومة. حضراتكم عارفين الأكلة دي، وانا واثق ان انتوا عارفينها وبتعملوها. البيض المسلوق بيتجاب ونعمل كفتة لحمة مفرومة، وتبقى مفرومة ناعمة، بتاخد بصلة، بتاخد تومة، بتاخد خضرة، وبعدين البيض يكون مسلوق عندنا، وبنغلف البيض ده باللحمة المفرومة، وياخد مرحلة البانيه اللي هو بقسماط وبيض، وبعد كده يتقلي في الزيت، بيبقى شكله لطيف، تبقى البيضة كلها قيمة غذائية عالية جدا، مكوناتها من الآخر.
طب انا عايز اعمل دلوقتي شويه بصل. شايفين الكشري بالشكل ده كده؟ نبص عليه بصه حلوه. دايما انا بحب بقى الاضافات بتاعه الحلوه. الفلفل الاخضر ده ما كانش معانا امبارح، كان معايا الاحمر وبس، فانا عايز اعمل كده. ايه الفكره هنا يا عم الشيف؟ الفكره هنا ان القرن الفلفل ده في قلب الرز بيديله طعم كده وبيديله فليفر، مش سبايس ولا حاجه، بس طبعا بيبقى اديله شماخه لطيفه وحلوه. هنقفل الحله دي كده بالشكل ده كده ونسيبه يستوي. هي دي المرحله النهائيه. تعالوا مع بعض نعمل البصل المقرمش على طريقه المغازي بطريقه جديده. هتاكل البصل وتسيب الكشري. معانا بصل احمر وابيض عادي، وحضراتكم بتسالوا برضه على السوشيال ميديا يا شيف مغازي، البصله بتاعت الكشري بتطلع معايا طريه، ما بتطلعش مقرمشه زي بتاعت المحلات، اعملها ازاي؟ شوف انا هعملها ازاي دلوقتي وانت معايا، ده مهم جدا على فكره. بصله الكشري تتعمل ازاي وتبقى مقرمشه؟ بجيب البصل بقطعه شرايح بالشكل ده كده، تكون شرايح رفيعه، المصطلح الطهو بيها سلايز اهو بالشكل ده كده. الاحمر عشان ما نقولش ليه مش عامل بصل احمر، الاتنين واحد على فكره. هناخد البصل ده ونطعمه بقى ونهيئه ان احنا نعمله ايه؟ كريسبي. تسمعي صوت البصله وانت بتاكليها كانك بتاكلي فستق حلبي. ناخد البصلايه دي كمان، والكشري من غير البصله يتيم ضعيف الشخصيه. يعني ايه يا عم المغازي؟ يعني البصلايه المقرمشه مع الكشري اساسي. وتلاحظوا حتى في المحلات لما نشتري الكشري بتاعنا او الكشري المعروف في المحلات يقول لك زود بصل شويه او زود عدس. بصل بالشكل ده كده، بحط عليه عصره ليمون حلوه وافركه بالليمون. ليه يا عم الشيف؟ عشان ريحه البصل اشيلها من الايه؟ من ايديا. يبقى بالشكل ده كده، شيل البذر ده مش عايزينه. الله. وشويه خل على البصل كده، عصره ليمون حلوه. يعني البصلايه اهتمي بيها على فكره، يعني هي حاجه بسيطه بس صدقيني هي عنوان الاكله. والبصله دي اللي هتخليكي تاكلي الطبق الكشري بتاعك كله بالشكل ده كده. عصره الليمون، شويه الملح الحلوين، شويه الخل التمام، ونمسك البصله دي نفركها جامد بالخل والليمون والملح زي الفل. دي مرحله الاول قبل كل حاجه. هتلاقي البصله دبلت في ايدك كده وخدت طعم تاني زي الفل. خل ليمون ملح، الله، الواحد عايز ياكلها دلوقتي مع طبق فول. خل ليمون وملح. حلو، البصل كده جاهز. طب انا لو حمرته كده في زيت يا ابو غازي هيبقى طري معاكي، مش هيبقى حلو. ايه الاضافات بتاعه المغازي وايه التركايه لتحمير بصله مقرمشه كريسبي مع طبق كشري مع طبق مدردره مع طبق مجدره؟ ايه اللي بتقوله ده؟ دي المدردره والمجدره من قلب المطبخ الشامي السوري واللبناني، برضو من العدس، خلي بالك. هنبدا نحط شويه البهارات الحلوين، منهم الكركم، مفيد جدا ودايما بقول هو حامي الكبد، يحفظ الكبد، يدعم الكبد، بيجلي الكبد من الدهون. ده زعتر، النشا والدقيق، معلقتين دقيق، معلقه نشا. ادي واحد اتنين معلقه نشا زي الفل، ونقلبهم مع البصله الحلوه دي كده. وعندنا شويه زيت في طاسه، الله. ممكن على فكره برضو احط شويه شبت عشان ريحه البصل، شويه بقدونس حلوين في قلب البصلايه، الله. دي اضافات كلها، عايزك تتعلمي التركايه دي. وقلب الخليط ده كده. شفت البصلايه اتغير لونها ازاي؟ الله. واجيب اللي تحت فوق كده بايديا. ما ينفعش تقلبي بالمعلقه عشان بس ما نخترعش، يقول لك الشيف المغازي شغال بايده، الفلاسفه. لازم بايدي كده. ولازم البصله يبقى عاشق ومعشوق ما بين كل الاضافات اللي انا حطيتها، من الليمون للخل للملح
للبهارات الجميلة، البابريكا، الكركم والدقيق والنشا والبقدونس والشبت، واروح مع بعض كده لغاية ايه الزيت، نشتغل على النار. حلو كلام. دي مرحلة هاخدها زي ما هي معايا كده، وعندي طاسة شديدة الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. هنحط شوية زيت هنا، حلو قوي. وهنحط مع الزيت ده مكعب من الزبدة. ليه زبدة يا مغازي؟ علشان البصلاية تتكرمل وتتحمر بسرعة. حلو قوي، زي الفل. هناخد البصل ده نسقطه في قلب الايه؟ في قلب الزيت. ايه الاخبار؟ الله. واسيبه في الزيت كده يتحمر ويبقى معايا قرص من البصل المقرمش. زي الفل يا عم الشيف. وتسيبيها تتحمر اهي، اتقلي عليها خالص. خلي بالك لازم الزيت هنا يكون شديد عشان البصلية ما تشربش زيت. هيطلع معاك قرص دلوقتي لطيف وجميل مقرمش زي الفل. هنضرب فيه السكينة ونكسره بالسكينة، يبقى قدامك فستق مملح او لوز. حلو الكلام. عينيا عايز تبص على الكشري؟ طلبك طلب غالي، بص على الكشري. التقليبة بتاعت الكشري بتاعنا، شوف هنقلبه ازاي بقى. هنا بص الكشري، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. الله. لا القرن الفلفل هنا حكاية، شماخة، ثقة، طعم المستكة، معلقة السمنة البلدي، الرز المصري شرب السمنة البلدي قبل ما ينزل عليه العدس. زي الفل كده. هنسيب دول كده على النار. وتاني هقول قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، اللي بيتابعوني دلوقتي هيقول لك الشيف المغازي عمل ده امبارح. طبعا انا عملت الكلام ده امبارح وطلعنا فاصل، فشبع طبعا عشان التغطية الإخبارية. هنكمل مع بعض النهاردة، وأنا بكمل بناء على رغبة حضراتكم ومتابعة حضراتكم على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. بنتابع الشغل اللي احنا عملناه، لأن الكل بيطالب عايز يشوف الكشري بطعم المستكة والبصلية اللي الشيف المغازي اشتغل عليها وخدم عليها، في الآخر هيبقى شكلها إيه. هستأذن حضراتكم، أطلع فاصل صغير ونرجع للبيض المدحرج في السمنة البلدي مع لحمة مفرومة، أكيد هيكون له طعم تاني. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل من عوامل نجاح البصلة المقرمشة. صدقوني بجد الكشري مهما نتعب عليه، وخاصة الكشري الشعب اللي احنا عارفينه اللي فيه عدس وفيه رز وفيه مكرونة وفيه حمص، السر في البصلاية. أنا مهتم جدا بالبصلاية وبشتغل عليها، بس نصيحتي ليك إضافة الدقيق والنشا يخليها مقرمش، دي رقم واحد. أما عملية الفليفر والطعم دي بتاعتك، أنا مش بحب الكركم، أنا مش بحب البقدونس وهكذا، ولكن لازم ينزل في زيت غزير بالشكل ده كده، والزيت يكون شديد الحرارة. طيب وانا شغالة يا شيف مغازي يحصل معايا موقف سيان مثلا الانبوبة، مع ان دلوقتي محدش عنده انبوبة، كله غاز طبيعي، بس الكهرباء فصلت، الغاز خلص وهكذا، ممكن وارد يحصل دروب وانت واقفة في المطبخ، اعمل ايه؟ البوتاجاز يخرب، اعمل ايه؟ ارمي ده؟ لا، كل القصة اللي هتيجي عليك انك هتصفي الزيت وتسيب البصلاية برة. يعني هتاخد الحلة دي تصفي الزيت منها وتركين الزيت على جنب والبصلية زي ما هي في الحلة دي، الشطارة. أمنت نفسك بالنار تاني، علي النار على الآخر وانزلي بالزيت سخن على البصلية في قلب البصلية، هيرجع الأمور كما هي. حبيت بس أنوه عن الموضوع ده، لأن من الحاجات اللي ممكن
تبوظ عندنا ونرميها. وانا ازعل على فكره، مش قصه ان البصلتين ما لهمش سعر او ما لهمش ثمن، بالعكس الفكر الطهو هنا غالي جدا وله قيمه جدا. هنسيبها في النار كده نار شديده، وتلاحظوا حتى ان انا نقلتها على النار الشديده وخدت العدس هنا على نار هاديه، نقلبه مع بعض اهو. حلو قوي. نبص احنا وصلنا فين. الحله اتملت. ها بركه، اكله امي دي بركه. اهي والقرن الفلفل رايح جاي في قلب العدس مع الرز. الاكله دي بعشقها، طعم العدس مع الرز يا اخواننا حكايه، حاجه كده اراده الهيه، طعم الهي والله العظيم. وخاصه لما يكون معمول بحب. مش بيقول لك بصله المحب خروف؟ هو ده، ده مش خروف، خرفان. هنسيبها على النار ونغطيها، وتعالوا نشوف ازاي نعمل البيض المدحرج باللحمه المفرومه. المقادير على الشاشه، نص كيلو من اللحم المفروم او كميه حسب عدد البيض اللي هتعمليه، كيلو نص كيلو ربع كيلو، شويه لحمه مفرومه في التلاجه من العيد الكبير وهكذا. معانا بيض مسلوق، معانا بقسماط وبيض تاني للبقسماط، وشويه بهارات، بصلايه ناعمه، فص توم حلو. عشان نمسك اللحمه دي دلوقتي نقلب معاها الفليفر والطعم كانك بتعمليها كفته. وفرت على نفسك وعندك حته كفته في الثلاجه من بدري، مفيش مشكله. بدل الفراخ لحمه، بدل اللحمه نحط فراخ عادي. يعني ممكن تستبدل اللحمه بالفراخ عادي، مفيش اي مشكله. هناخد اللحم المفروم ده كده مع بعض. شفنا المقادير يا شباب؟ ادي اللحم المفروم. ضاني كندوز يا فاروق، ما فرقتش. فاروق عيد لي على الواحده، بيقول لي لحم ضاني ولا كندوز؟ والله انت بتحب الضاني، هلا بالضاني، انا بحبه كمان، وخاصه الضاني الدسم. دي رشه ملح، شويه بهارات، قصدي شويه خضره حلوين 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 من يومنا والله وقلوبنا كويسه. معلقه دقيق حلوه على اللحمه المفرومه، فص ثوم محترم على اللحمة المفرومة، البهارات الجميلة منها الزعتر والفلفل الأسود على اللحمة المفرومة كده. أنا بدعم الإيه؟ اللحمة اللي هي هتغلف البيض أو تحزم البيض أهو. حلوة. ومعلقة الدقيق مهمة جدا عشان تقفل المسام. خلي بالك لو تعملها كفتة ما تحطيش دقيق. أنا حطيت معلقة دقيق على اللحمة المفرومة عشان تقفل المسام بتاعة اللحمة، عشان اعرف اقفل بيها على البيض المسلوق اللي عندي. هاخد اللحمه دي كلها مع بعضيها كده يا عم الشيف، احط معلقه معجون طماطم صغيره. الله، انا عايزك كنت بتشتغلي في الاكله تبقي زي كده، شغلي راسك وتسرحيش. ليه؟ علشان تبدعي وتعملي حاجه حلوه. نقلب كده. الله، حته كفته لطيفه. اقومها كده في ايديا. اعجنها. معلقه الدقيق مهمه جدا على فكره. انت ممكن تعملها من غير دقيق، اللحمه هتفك منك. ركزي معايا، الله يوفقك، ربنا يكرمك بوزاره النبي، قول امين. من التركايه اللي تخلي الاكله دي تنجح انك تضيفي للحم المفروم معلقة دقيق. علل ولماذا؟ ايه معطياتك للمطلوب او للموضوع؟ معلقة الدقيق هتقفل المسام بتاعة اللحمة وتساعد على ان اللحمة دي تغلف البيضة المسلوقة. حلو قوي. نشتغل مع بعض بقى، يلا بينا. زي الفل. تمام. عملت اللي عليك. هنجيب ورقة زبدة. حلو. وناخد اللحمة المفرومة دي كده. نحطها هنا كده. ونبدأ إن إحنا إيه؟ نشتغل كده. دي كام بيضة معانا؟ حد يعدهم معايا كده؟ 3 و3 6 7. حلو قوي.
الله عليك. الأطفال وأنا منهم متعودين على البيض ياكلوه دايما مسلوق، بس المرة دي مش هياكلوه مسلوق، دي هنا زي الفل. أنا وزعت حتة اللحمة على 7 قطع. حلو قوي، نبدأ نشتغل مع بعض زي الفل. كأنك بتعمل الكبيبة بقى، عارفة الكبيبة اللي هي الكبة؟ دخيل الله، كبة مقلية، كبة شامية، كبة لبنية، كبة سمائية، كبة حلبية. شوية مية، مية ساعة عادي، ونبدأ ان احنا نعمل البيض ده كده. خلي بالك انا شغال دلوقتي وانا ايه رايق، عدس على النار اللي هو الكشري، مخرجنا عايز يبص عليه. معانا البصلايه بتستوي، سيبيها خالص تاخد راحتها تقرمش. جيب لي التفاصيل بتاعه البصله، الله يوفقك يا فاروق، يوعدك بزياره النبي يا راجل يا طيب. شوف البصلايه وهي بتبكبك في قلب الزيت، هنضرب فيها دلوقتي الشوكه حكايه. واسمعك صوتها دلوقتي. بص بص القرص ده كده. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص بص بص. شفت الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف. لسه سيبه لسه بدري. حلو قوي، تمام. تعالوا مع بعض، ايدي في الميه، واخد البيضه الحلوه دي كده، واخد حته اللحمه دي كده، بفرتها على كف ايدي، واحط البيضه في قلبيها واقفل عليها كده. حلوه الاكله دي يا شيف والله. تخيلي تخيلي بقى عندك اطفال مش بيحبوا البيض، يعني يقول لك كل يوم افطر البيضه بتاعتك، ولو اكلت البيضه بتاعتك اوديك الملاهي، لو اكلت البيضه بتاعتك اوريك خليك تروح تشوف تيتا، وهكذا. حلو، بيروح عند تيتا ليه؟ علشان تيتا ممكن تخليه يمسك التليفون يعمل اللي هو عايزه، لان هي مثلا بتشوفه ساعه ساعتين فبتعمل اللي هو عايزه. عرض مامته لا، ده نو، ده مش طاقه، وده ما ينفعش. شفت البيضه زي الفل. تاني مع بعض، وتخيلي بقى هو مش بيحب البيض ويتفاجئ ان هو بياكل اللحمه المفرومه دي، يطلع له البيض في النص مع الصفار. يا ويلي. انا اخد البيضه دي كده. حاضر. اهم حاجه عندك شويه ميه من الثلاجه او من الحنفيه، ميه ساقعه تشتغلي بيها. انا معايا مخرج يا اخوانا، والله ملوش دعوه بالمطبخ، هو مخرج شاطر جدا يعني، بص مبدع. بس بيقول لي ايه دلوقتي؟ لازم تعرفوا بيقول ايه بجد عشان تعرفوا الكواليس، وانا عارف انتوا يهمكم قوي الكواليس، الحاجات اللي بتحصل في الكواليس. بيقول لي ينفع نقطع البيض جوه اللحمه؟ طب قول لي بالله عليك، تفرق ايه ان انا اقطع البيض او اخليها سليمه؟ طب ما تخليها سليمه وبعد ما دي تستوي تتقلي بقى في الزيت وتتعمل بانيه كده، بعد ما نحطها في البيض والبقسماط تقطعها نصين كده، يبان جمال الصفار مع البياض مع اللحمه مع البقسماط وهكذا. خلونا اطلع فاصل صغير عشان اشوف مخرجنا عايز ايه، وسيبونا اشتغل ازاي اغلف البيض او احزم البيض باللحمه المفرومه واعمله كوبيبه كده بالشكل ده كده اهو، واللحمه ما تسيبش من البيض، دي اهم حاجه. ايه هي التركايه؟ معلقه الدقيق اللي انا حطيتها على اللحمه المفرومه وانا بتبلها ببصل او تومه وشويه بهارات. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة، ودي برضو مهمة جدا، إزاي أغلف البيض بمرحلة تالتة. إحنا عملنا البيض سلقناه غلفناه باللحمة المفرومة، وشفنا التركية اللي هي إضافة معلقة الدقيق للحم المفروم. عندنا بيض هنحطه على شوية حليب ومعلقة دقيق، شوية حليب ومعلقة دقيق. ونحط شوية خضرة حلوين كده بأصابع إيدك الحلوة اللي تتلف في حرير. وفص توم حلو،
الله عليك يا عم الشيف. ورشة الفلفل ورشة الملح دي مهمة جدا على فكرة. الفلفل الأسود طبعا عشان الزفرة زي الفل يا عم الشيف. هنعمل إيه دلوقتي بقى مع بعض؟ كل اللي هنعمله دلوقتي هناخد الخليط ده كده ونحطه هنا كده أهو، شفت الشقاوة؟ أهو. ناخد دول كده أهو. من فضلك بتحب الشيف المغازي اعملي الأكلة دي لأولادك النهاردة. اعمليها لحماتك النهاردة. ليه بقى يا سيدي؟ دي سريعة الهضم، سريعة المضغ، قيمتها الغذائية عالية جدا، مفيدة جدا، فيها عناصر غذائية كتيرة جدا، إذا كان بروتين من اللحم والبيض والحليب، فيها خبرة طهوية، فيها كالسيوم، فيها معادن، يعني اللي هياكلها يستفيد بيها، ملهاش علاقة بأي أمراض بقى، لا ضغط ولا سكر خالص اه. زي الفل، نشيل كل ده من هنا. ملوش عوزة. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هاخد التغليفة دي كده وأروح عند الزيت علشان وقتنا سرقنا. نعم يا غالي، ده أنا هوريك بصلة دلوقتي حكاية. شلت البصلة من النار. اللهم صل على النبي. حطها في الطبق ده كده. الزيت بيسخن معايا. الله عليك يا عم الشيف. الله عليك وعلى جمالك. دي البصلية اللي اتحمرت. شوفوا بقى التركية دي، بص عليه بالله عليك تجيب لي التركية دي، ما تزعلنيش منك. أنا بحبك. صلى على الحبيب. هو ده. بص 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 بص. الله. هو ده الكلام. هتعملي كده في البيت اه، ايه المشكله يعني؟ وهتعملي احسن مني انا كمان. ناخد الكشري ده كده. الله، حكايه حكايه. هتدعي لي. كشري جاهز، البصلايه اللي انا احطها على وش الكشري جاهزه. هنغرفه دلوقتي مع بعض، بس خلوني احط اللحمه دي في الزيت عشان بيبشروني دلوقتي خبر بيقولوا لي وقتك قرب يخلص. الخبر ده مش بحب اسمعه. اهو في البيت كده، طلعنا من البيت على البقسماط. يلا بينا وسويها كده، تاخد شكل البيضه اهي، كبيبه اهي. بص على الحلاوه. طب نعمل ايه؟ نحط دي كده هنا. يلا بينا. اهو تاني. تعالوا شوفوا الشكل الحلو ده البيضاوي ده فيه ايه؟ في صفار بيض، كالسيوم، معادن، حديد، فوسفور، بياض بيض. في لحمه مفرومه فيها خبره طهويه، اذا كان بصله ولا تومه ولا شويه حب ولا بهارات حلوه تنشط الكبد وتنشط المعده. وفي الاخر غلفناها ببيض وحليب وبعدين بقسماط، فتات الخبز. مش عايزه تحطي فتات خبز، حطي فتات الذره، كورن فليكس تجيبيه تطحنيه تعمليه بنفس الطريقه. انا عايز انزل مره واحده في الزيت، هسيبهم في الزيت بقى ونبدا ان احنا نغرف الكشري بتاعنا ونعمل السلطه بتاعتنا. يا رب الوقت يسعفنا، ودايما لما بنشتغل بقلبنا وبنشتغل بحب في اي مكان بقى، المهندس في موقعه، المخرج على كاميرته، كل فريق العمل ايا كان، بتشتغل بحب الوقت بيعدي بسرعه. بتشتغل وبتعد بالساعه وبالدقيقه، الوقت بيعدي صعب جدا على فكره. يعني انا من شويه بقول لي فريق العمل ايه، بيسالوني طبعا في الاربيز عايز وقت قد ايه فاصل يا عم شوف، قلت لهم زودوني دقيقه. لازم تفهموا برضو التفاصيل. الدقيقه دي عدت ثواني ازاي؟ مش عارف. لو انا قاعد في الدقيقه دي في اي حاجه تانية هتعدي بقى، وقاعد منتظر مثلا ميعاد ولا منتظر دوري في مكان هتعدي كانها سنه. في ثانيه قالوا لي معاك 20 ثانيه. هي الدقيقه يا اخوانا اتقلبت بقت 20 ثانيه؟ حافظ قال لي اه. شوف شوف الحلاوه بالله عليك. بص ما تقلبش ده، ده ما يتهز بكده اهو. بس ما تسيبيه، ما تجيش جنبه خالص. اوعى تقعدي تقلبي وتفرحي بنفسك بقى وانك عملتي الاختراع وعملت اللي ما اتعملش خالص. سيبيه في قلب الزيت كده واغرف الكشري بتاعك. عينيا تعال نغرف الكشري مع بعض.
شوية كشري حكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ما يتقلبش، مش الكشري، البيض. لا الرز، حباية الرز بتسبق حباية العدس، وحباية العدس بتجري ورا حباية الرز. تلاقيها رايحة فين يا حبيبة قلبي وسايباني؟ هو ده. الله. لا ده أنا عايز أجيب حاجة حلوة هنا. تعالى. تعالى. نعمين. إن شاء الله يا فندم كل حاجة هتتعمل بإذن الله، واللي مش هنعمله نعمله بكرة، إحنا ورانا حاجة. أنا مع نفسنا. زي الفل. أنا أهم حاجة نقدم الهدف بتاعنا. حلو. ناخد البصلية الحلوة. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هنقطعها كده نصين بالسطور. نعم يا غالي، دي ما فيهاش بيض والله العظيم، انت مش معايا من الاول خالص. بقول لي اللي خلاها كده ماسكه نفسها البيض خالص، ولا جبت سيره للبيض. خلي بالك دي بصل ودقيق ونشا. شوف الحلاوه. نحطها كده. الكشري بشكل جديد، الكشري بطعم جديد، الكشري بفكر جديد. الف انا وشفا. عملتيه كده قبل كده؟ مستحيل طبعا، ما اتعملش بالشكل ده خالص. هنشيل كل حاجه وتعالوا نعمل مع بعض طبق سلطه. مكوناته على الشاشه استاذه ريحان بعد اذنك. معانا جرجير، معانا جبنه قريش من خير الريف المصري والصعيد المصري، معانا زيتون خالي من النوى، معانا خاص كابوتشا البلدي مش موجود، معانا شويه حب، معانا رشه زيت زيتون، معانا عصره ليمون حسب الرغبه. وتعالوا شوفوا نعمله ازاي، ده مش هياخد مني وقت عشان كده سايبه للاخر. طبق التقديم معانا بالشكل ده كده. نعم يا غالي، عينيا. هوريك دلوقتي الايه، اللحمه. لا تقلق، ان الله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الخس الكابوتشا، قلت قبل كده وما زلت اقول، خس الكابوتشا السكينه ما بتعديش عليه. تقطع بايديا كده، وعلى فكره لازم يتغسل كويس. خضراته الورقيه زي الكرنب، زي الخس الكابوتشا، زي الجرجير، معرضه للاتربه للعوامل الجويه، ده الطبيعي في اي مكان في الدنيا. حلو الكلام، فلازم يتغسل كويس. الجرجير بتاعنا اللطيف، بلاش العروق، خد الورق بالشكل ده كده. بايديا اهو، في احلى من الايد. زي الفل. الجرجير، السلطه دي على فكره انا بعشقها برضو. هنا ورق الجرجير يتغسل كويس ويتنقى كويس اهو. ناخد بعضنا ونشوف ايه الاخبار مع اللحم بتاعنا اللي في الفرن، قصدي اللي في الزيت. يلا بينا، يلا بينا. بيناديني، بتناديني تاني ليه؟ العب. هو ده. يلا بس خلاص. حلو، نحط الزيتون. سلطة بثلاثة تعريفة. جبنة قريش، يا سلام على الريف المصري. عايزة جبنة بيضة ماشي، عايزة جبنة براميلي ماشي، زي ما انت عايزة يا اختي. كفاية جبنة، كفاية جبنة. والله السلطة دي بقى سلطة صيفي لوجود الخضروات فيها. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. سنة شبت صغيرة بأطراف ايدي كده، ما تكتريش منه ده، لانه ده حرامي. خلي بالك كل اللي هعمله دلوقتي. عندي حبيتين طماطم، اجيب بلانشة تانية. معانا وقت يا شباب حبايبي. طبق السلطة ده لوحة فنية، لو قلت لي معاك ساعة زمن هتدنا اشتغل، معاك خمس دقايق هتدنا اشتغل، الوقت اللي هتدوني هقعد اشتغل فيه. لوحة فنية، طول ما هي قدام الفنان عينيا. حاضر خلاص. قالوا لي اديلي تايم يعني خلص يا شيف. شفتوا بقى ازاي انا بزعل؟ اهو حبتين الطماطم الحلوين دول ينوروا السلطة. الله عليك يا شيف، واخدة بالك كلمة بينوروا السلطة دي؟ خلاص تمام. نجيب اللحمة بتاعتي، سيرفيس حلو زي ده كده. شوف الحلاوه بقى، شوف الجمال. هعمل ايه بقى؟ معايا خس كابوتشا. الله، بص على الحلاوه دي كده. بالله عليك، بالله عليك، شوف الحلاوه دي. الله.
من فضلك لو عملت الاكله دي ما تقوليش للاولاد انا عامله كفته البيض ولا اي حاجه، ولا تتكلم عن التفاصيل. بألف انا وشيفا، ماما عامله لنا غدا ايه النهارده يا ماما؟ يبوسوا ايدك يا ماما، ربنا يخليك لي يا ماما، ماميتو حبيبتي عامله لنا غدا ايه. عادي، حط الحاجات الحلوه دي كده وانتظر الايه الرياكشن. شوفي بقى هيقول لك ايه. هتلاقيهم بسوا ايدك، تسلم ايدك يا ماما، ربنا يخليك لينا يا ماما، عملت النهارده الكشري الجميل، الكشري ابو عدس اصفر او الكشري الاسكندراني بيسموه، ولكن مع الشيف المغازي التركية والطعم التاني. عملت سلطه من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل، فيها الجبنه القريش تتصدر القائمه الاولى. عملنا النهارده البيض المقلي المدحرج باللحمه المفرومه كريسبي بتركية وخبره طهويه، يعني رؤيه، فن، ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.